وللمزيد حول زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس للعراق وتوقيتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي. أهلا بك معنا دكتور عبد السلام. حياكم الله. أهلا بك دكتور عبد السلام. يعني بابا الفاتيكان السابق يوحنا بولس الثاني أحجم عن زيارة العراق في عام 2000، ما الذي دفع البابا فرانسيس إلى زيارة العراق الآن؟ نعم، قداسة البابا يوحنا بولس الثاني أحجم لأنه يعلم علم اليقين بنتائج من سبقه بالزيارة عام 93 إلى العراق، وكيف قطع المبعوث البابوي زيارته بعد مقابلته للرئيس الراحل صدام حسين يرحمه الله، وذلك بسبب الرسالة التي كان يحملها المبعوث البابوي المتضمنة دعوة العراق إلى التطبيع مع إسرائيل. كان من برنامج الزيارة حينها أن يزور العراق أيضا كما يحصل اليوم، يزور العراق رجال دين يمثلون الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام، ويتوجهون إلى مدينة أور ليجعلوها مزارا لكل الأديان باعتبار سيدنا إبراهيم عليه السلام ولد في هذه المدينة. مقابل ذلك، مقابل هذه الزيارة وهذا العرض، سيسعى البابا إلى رفع الحصار الظالمي عن العراق. لهذه الأسباب حينها رفض الرئيس الراحل صدام حسين العرض البابوي عام 2000. الآن ما هو الجديد؟ ما الذي حصل الآن؟ الذي حصل الآن تغير النظام السياسي وجاءت الأحزاب الموالية لإيران وجاءت بقوة وبدعم خارجي لا يختلف أبدا عن التوجهات الإيرانية والصهيونية والماسونية، مما دفع ذلك إلى القدوم مرة ثانية لإعادة الكرة ثانية لتحقيق أهدافهم السياسية والاقتصادية والدينية. إذن يعني الزيارة، زيارة البابا الآن هي ليست زيارة محض دينية وإنما هناك أهداف أخرى منها. هذه الزيارة الحقيقة هي أشبهها بعصا موسى، فيها حكايات وفيها روايات دينية وسياسية ومآرب أخرى. أول هذه المآرب هي مشروع سياسي واقتصادي وديموغرافي لمزاري ومساري طريق إبراهيم وعلاقته بطريق صبايا الحسين الإيراني الممتد من الكوفة إلى حيفا لإعادة تشغيل خط نخبة كركوك بانياس كركوك البوصل بانياس حيفا. فالدين الإبراهيمي الجديد والدين الفارسي ظاهرهما السياحة الروحية وباطنهما إعادة الهيكل الجيوسياسية لتحويل الأقطار العربية من دول إلى شركات نفطية ولبناء حاجز أو حزام حاجز يعيق طريق الحرير الصيني التجاري. الزيارة سياسية بامتياز لأن البابا لم يندد في خطابه هذا اليوم بتفجير الميليشيات لأماكن العبادة المسيحية والإسلامية، ولم يندد بذبح الميليشيات وقتلها وجرحها لآلاف الثوار من شباب مدينة إبراهيم عليه السلام الناصرية، ولم يندد أيضا بمذابح مئات الألوف في مدينة أم الأنبياء الموصل وما يحصل في الطارمية. الزيارة مشروع ديني حكواتي. وقبل الدخول في هذا الموضوع، كتابات غالبية المفكرين المسيحيين والمشاهدين الأعزاء يؤكدون بأن الإنجيل يخلو من ذكر مدينة أور الكلدانيين، والبابا أول يعلم أن أور بسبب وثنيتها طردت الأنبياء فعاقبها الله. كما جاء ذلك في سفر التكوين، عفوا، إذ قال في سفر التكوين وقال لإبراهيم أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين. لكي لا ندخل بصلب لربما الديانات وتفاصيلها، بالنسبة لزعماء الميليشيات يعني شهدنا أنهم كانوا حريصين فعلا على الالتقاء مع البابا والتهافت عليه والتقاء الصور معه،
ما الذي يقدمه أو تقدمه الصور مع البابا لزعماء هذه الميليشيات؟ هذه أنا أعتبرها عمليات استعراضية. هم يعرفون أن البابا يحمل مشروعاً دولياً وأن الزيارة مسيرة بروايات وحكايات دينية مسيسة، وهنالك التقاء واختلاف لحد ما بين المشروعين، المشروع الإيراني وما بين المشروع الأوروبي. وكما ذكرت أن للزيارة أهداف اقتصادية وأهمها السياحة الدينية، والسياحة الدينية لها واردات الحج التي ستأتي من مقام إبراهيم بلا شك لربما ستؤثر كثيرا على الزيارات أو على واردات الزيارات القادمة من كربلاء. الموضوع هو موضوع واردات، موضوع سياحة دينية، وليس غايته أو ليس غايتهم العقائد التعبدية أو التوحيدية للديانات. وبشأن تسويق النظام السياسي الغاطط بدماء العراقيين من الميليشيات، يمكن تبريره كما تم تبرئة اليهود من دم المسيح. فالزيارة مشروع دولي لإعادة ترسيم الخارطة الجيوسياسية والدينية للمنطقة العربية حصرا وللشرق الأوسط. طيب بالنسبة للمسيحيين العراقيين، ما الذي تقدمه هذه الزيارة لهم؟ ليس لدي ما أقول أكثر مما قاله قداسة كاردينال الكلدان الكاثوليك في العراق لويس رافائيل ساكو، الذي قال كان من الباب أولى أن يزور تقريبا ما نصه البابا قبل أن يصبح عدد المسيحيين قرابة نصف مليون. وكان من الأولى أيضا نقول لقداسة البابا أن يزور سنجار أثناء تعرض الأزيديات السبي الحكومي وقبل هدم مدينة أم الأنبياء في الموصل. ومن أولى الأولويات عليه أن يصلي قداسة البابا على أرواح آلاف الشهداء والجرحى لثوار مدينة الناصرية قرابة مدينة إبراهيم ضد ظلم الحكومة وميليشيات إيران. وعليه أن نساند ونأمل منه ذلك ولو بكلمة واحدة اضطهاد المسلمين في الطارمية. نعم، غياب التنديد من قبل البابا بجرائم الميليشيات وحتى أكثر من ذلك، يعني تهافت زعماء الميليشيات حوله، ألا يضر ذلك بمصداقية يعني هذه المكانة لدى البابا؟ أنا ذكرت أن الزيارة الحقيقة لها أهداف مآرب متعددة سياسية واقتصادية، وذكرت أيضا أن المفكرين المسيحيين يؤكدون أن أور الكلدانية غير مذكورة في الإنجيل. فالشأن في هذه المسألة موضوع أور واعتبارها قبلة الديانات الإبراهيمية القادمة هو خلاف ما بين المسيحيين واليهود، إلا إذا كان قداسة البابا مكلفا من قبل اليهود لمعالجة الأمر مع المسلمين. أيضا يعني أو أخيرا أستاذ عبد السلام، التطلع لخلاص العراق مما هو فيه، هل يكون بالتعلق بأسباب خارجية أم يجب أن يكون هناك تعويل أكبر على حراك المجتمع كثورة تشرين مثلا برأيك؟ جميع الحركات السياسية والأديان التوحيدية تنادي بالعمل وقل اعملوا ولم تقل توكلوا على الغير. وتحرير العراق هو قرار شعب، لا قرار سلطة الاحتلال ولا قرار أي سلطة دينية أو سياسية خارجية. بثوار تشرين رب يحميهم وشعب يساندهم، فهم ليسوا بحاجة للغير. فكما حيروا التاريخ والسلطة وإيران لصمودهم وسلميتهم ومواجهتهم بصدور عارية برصاص الحكومة، المسيح عليه السلام ضد الظلم ولم يهادن ويجلس مع حكومة ظالمة، لا المسيح ولا سيدنا الحسين عليهما السلام. نعم، إذن أستاذ علم الاجتماع دكتور عبد السلام الطائي كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك.